إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناة شوف تي في خصوص المنزل اللي انهار منطقة درب السلطان في مدينة الدار البيضاء. إذا كانوا رجال الوقاية المدنية أول من يصل إلى مكان الحادث، يليهم رجال الأمن والسلطات المحلية، فليديك كتبقى آخر من يصل. والمشكل هو أن كاين دابا من بعد انهيار ديال هذا المنزل كاينين أسلاك كهربائية باقي فيها التيار الكهربائي، في أي لحظة تقدر تأدي أي شخص كيتواجد هنا بعين المكان. ولكن لديك بقى ما وصلتش غامق عدد ديال الاتصالات اللي اتصلوا بها سواء رجال الوقايه المدنيه امامنا او رجال الامن، باقي الناس ديال لديك ما قدروش يوصلوا المكان ديال الحادث ديال الانهيار ديال هذا المنزل منطقه درب السلطان. وكاين عدد كبير من الاسلاك الكهربائيه اللي باقي فيها التيار الكهربائي واللي تقدر تادي اي شخص يتواجد بهذا المكان، خصوصا اذا بدات الامطار كتهطل كيف ما كانت قبل قليل. إذا بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر، منزل نهار بمدينة الدار البيضاء بدرب السلطان الفيداء، كتكون من ثلاثة ديال الطوابق، طابق سفلي زائد طابقين، الطابقين الأول والثاني نهاروا بالأكمال ديالهم أنتم كتشوفوا. لحسن الحظ أن العائلة عرفات بأن المنزل غادي ينهار وغادرات المكان، غادرات المنزل العجل، الحمد لله لم تسجل أي خسائر في الأرواح. كانت قناة شوف تي في خدات تصريحات من عند عدد من الناجين على رأسهم صاحب المنزل اللي كان بالمنزل اللحظة ديال الانهيار ديالو، ولاد بالفرار غادر المكان قبل الانهيار هو الأسرة ديالو وجميع أفراد الأسرة ديالو. لكن المشكل اللي باقي واقع دابا في هذا المكان هو التيار الكهربائي اللي باقي في عدد من الخيوط الكهربائيه، وباقي لديك ما وصلتش باش تقطع الضوء من هاد الاسلاك الكهربائيه اللي كتشكل خطر على كل من يتواجد هنا بهذا المكان، سواء رجال الوقايه المدنيه اللي كيدخلوا ويخرجوا، الناس الساكنه، رجال الامن او الصحافه، الكل هنا في خطر بسبب الاسلاك الكهربائيه اللي باقى لديك ما وصلتش باش تقطع او تحيد منها التيار الكهربائي. انتم كتشوفوا تقريبا هذه الساعه باش تسقط هذا المنزل، ومازال لحد الساعه التقنيين او العمال ديال شركه ليديك باقي ما وصلوش. بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بنا وكيقولوا فينا هادشي في منطقه درب السلطان بمدينه الدار البيضاء بالضبط بحي بوجدوع، انهيار منزل مكون من ثلاثه ديال الطوابق، الطابق الاول والثاني نهاروا بالكامل، فيما الطابق السفلي انتم كتشوفوا ربما مع غير الترميم باقي شاد ما طاحش. شوفوا عدد كبير من رجال الامن ورجال الوقايه المدنيه اللي كيتواجدوا في الزقاق اللي انهارت فيها وعدد من الناس اللي خرجوا مخلوعين بس
اسباب الصوت ديال الانهيار. منطقة درب السلطان الفداء بالضبط بحي بوجدوع. السبب ديال الانهيار اكيد هو غادي يكون هو الامطار الاخيره او الامطار اللي عرفتها مدينه الدار البيضاء هذا اليوم، والجو البارد اللي كتعرفوا مدينه الدار البيضاء. واكيد هذا منزل غيكون قديم، منزل لان حي درب السلطان اكثر المنازل ديالو منازل قديمه. اصلا منطقه درب السلطان كلها حي قديم، حي عتيق، من اقدم الاحياء في مدينه والمناطق في مدينه الدار البيضاء هو منطقه درب السلطان. شكرا مره اخرى مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. دمتم في رعايه الله والى مباشر اخر.